سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا السلام على المكسور ضلعها السلام على الملطوم خدها السلام على المسقطي جنينها السلام على المخفي قبرها السلام عليك يا زهراء السلام عليك يا فاطمة السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وتسألني عن فاطمة ومصابها تفاصيل مأساة توالت مآسيا فسل ليلة تخفي الجروح بمتنها فسال ليلة تخفي الجروح بمتنها ونعشا على كف الأحبة عاليا وسال من يتامى وسل من يتامى فاطم عمر فاطم وسل من يتامى فاطم عمر فاطم ومن حسن سل والحسين المراثيا ومن هازم الأحزاب
فارس خيبر علي يا علي ومن فا ومن هازم الأحزاب فارس خيبر إذ انهد وهو الشامخ الطود باكيا ينادي أيا ماضون ينادي أيا ماضون بالنعش مهلة فما بعد هذا اليوم أرجو تلاقيا يا نعش رفقا بالحبيبة إنها يا نعش رفقا بالحبيبة إنها مجرحة لا تخدش الجرح ثانيا ثم انثنى للمصطفى ودموعه تشاطره أحزانه والتعازيا شي قل وديعتك الزهراء عادت كما ترى وديعتك الزهراء عادت كما ترى ولكنها عادت وليست كما هي شلون حالها يا علي قال مكسرة الأضلاع مكسرة الأضلاع مقروحة الهوى مكسرة الأضلاع مقروحة الهوى مجرحة الأجفان حمر المآقيا إقلا وصيتني وأنا صبرت واستهضموني والزمت بيتي يا رسول الله ولفوني وذيك الوديعة روعوها ولبباني وانا وحيد ولا شفت لي منهم انصار يا سيد الكون الوصية ما رعاها اش سوى دخلوا الدار على البتولة وروعوها وظلت تدافعهم بالباب اعصراها وتكسرت الأضلاع منها وصار ما صار قل عاشت عقب فرقاك مهضومة وذليلة يا رسول الله يقول عاشت عقب فرقاك مهضومة وذليلة ومن عقب تروي الرجس صارت عليلة شحشي شعديت من مصايبها الجليلة كل ما شفتها الحال قلبي يشتعل نار وعظم علي يوم بالحجرة تنادي النهب من فداك واسود دمتني
ظلت تنحومي بشهاده وبتني لولا الوصيه والقضى صارت لها اخبار وسلمت لله كسرى وضلوع الوديع وضعنا عقب عناك يا ابو ابراهيم وجاروا علينا وضيقوا بين الوسي بس غبت عنا الكل علينا تجسر وين قبر الزهرة قبر الزهرة مخفي يلي تزورون النبي بارض المدينة عن قبر بنت المصطفى بالله خبرون ليش القبر مخفي ومنا تحرمونه ذاب الوجد للفرقة واشتد بونينا يقولون ماتت والسبب نبتة المسمار سمعنا دفنها بليل حيدر حامي الجه وعفى قبرها لا ينبشون الكفة لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالمي آل بيت محمد صلى الله عليه وآله لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله ليرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وفاهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. نقف في المحطة الأولى عند بعض فقرات حديث الكساء والتي فيها مضامين مهمة تبين عظمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. الفقرة الأولى في بداية حديث الكساء افتتاح حديث الكساء عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال
السلام عليك يا فاطمة، فقالت وعليك السلام يا أبتاه يا رسول الله. فقال يا فاطمة إني أجد في بدني ضعفا. التساؤل ما الذي يقصده النبي صلى الله عليه وآله بالضعف؟ هل هو ضعف معنوي أم ضعف مادي؟ تساؤل آخر، لماذا اختار النبي صلى الله عليه وآله بيت فاطمة ولم يقصد بيتا من بيوت زوجاته؟ أولا، الجواب على التساؤل الأول أن النبي صلى الله عليه وآله أولا لم يكن في بدنه ضعف بالمعنى المادي، ولكن بالمعنى المعنوي، وذلك جراء إيذاء المشركين أو أذى المشركين ولثقل الرسالة وحمل الدعوة. الشيء الآخر أن النبي صلى الله عليه وآله كلما ألمت به ملمة وأصابه أذى من المشركين لجأ إلى بيت الزهراء سلام الله عليها لتخفف عليه آلامه. وهنا معنى المواساة، المواساة من قبل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. هي الأم وهي البنت، فاطمة أم أبيها، هي الحنون وهي العطوف على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله. وهنا المواساة في الحقيقة. النبي صلى الله عليه وآله لم يكن له مواس إلا أمير المؤمنين علي سلام الله عليه وفاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. في كثير من المواقف، في كثير أو كل المواقف، تجلت مواساة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وآله. مثلا في أحد، كمثال في أحد، لما ارتقى خالد ومعه من معه ورموا المسلمين بالسهام والنبال، رسول الله كسرت رباعيته وأصابه الأذى من المشركين، من جلت الغبرة إلا ورأس رسول الله وين؟ في حضن، في حجر أمير المؤمنين علي سلام الله عليه. وهنا المواساة. ثم قال يا علي ادفع عني هذه الكتيبة، ادفع عني هذه الكتيبة. فنزل جبرائيل من السماء وقال يا رسول الله ونعم المواساة. فقال النبي صلى الله عليه وآله إنه مني وأنا منه. ثم نادى جبرائيل لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار. علي ليس بأشجع من رسول الله، أكثر شجاعة لا، أكثر بسالة لا، لكن كيف يلتجئ إلى أمير المؤمنين؟ بإمكانه أن يلتجئ إلى الله مباشرة وهو الحاصل أساسا، لكن لماذا التجأ إلى أمير المؤمنين علي سلام الله عليه؟ أولا المواساة، ثانيا يريد أن يبين فضل ومكانة وعظمة أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، لما كان يحتاج إلى ذلك. كذلك حينما دخل بيت أمير المؤمنين عليه السلام ودخلوا كلهم في الكساء أو تحت الكساء، هنا المواساة من قبل الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. المقطع الآخر في حديث الكساء أن جبرائيل عليه السلام طلب من الله سبحانه وتعالى أن يهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا.
الله أذن له، لكن لما نزل هبط جبرائيل قال يا رسول الله إن الله يقول لك إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي. لاحظ الملاحظة وين صار؟ الله أذن لجبرائيل، ثم يا جبرائيل طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وآله. لماذا؟ هل أن إذن الله غير كافي؟ وكافي، لكن بشرط ماذا؟ بشرط إذن النبي، يعني تفعيل، هنا تفعيل للإذن. لو لم يأذن له رسول الله صلى الله عليه وآله ما دخل جبرائيل الكساء أو تحت الكساء. هنا عظمة. الشيء الآخر أن جبرائيل ما كان يتصور أن يكون مع أصحاب الكساء، ذول أفضل الخلق عند الله، ما كان يتصور، ولذلك كان في شك من أمره. لذلك لما طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وآله يريد التأكيد من النبي على دخوله تحت الكساء، وهنا الإذن من النبي صلى الله عليه وآله. هنا عظمة أصحاب الكساء، لم يدخل أحد إلا الخمسة، وليس لأحد الحق أن يدخل معهم. هنا عظمة. الفقرة الثالثة في حديث الكساء لفتة مهمة، فقال هم أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. بدأ بفاطمة. ليش؟ لأنها هي المحور. ثم قال فاطمة وأبوها، هم فاطمة وأبوها، الضمير يعود على من؟ على فاطمة. هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ليش؟ هي المحور. الله سبحانه وتعالى خلق نور رسول الله صلى الله عليه وآله ونور أمير المؤمنين، هما من نور واحد، خلقهما من نور واحد، ثم افترق ذلك النور فأصبح نور النبوة في عبد الله، وأصبح نور الإمامة في أبي طالب، ثم بعد ذلك اجتمع هذا النور في فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لذلك وعلى معرفتها دارت القرون الأولى. ما معنى؟ يعني ما من نبي، ما من رسول، ما من شيء، ما من كائن في الوجود إلا وعرف منزلة فاطمة وقدر فاطمة سلام الله عليه. إذا ما كان يعرف قدر فاطمة بعد ما يصير نبي، ما له شأن، ما له قيمة. هي المحور. لذلك في الحديث القدسي، ولو أنه هذا الحديث ضعيف ولكن قواه الأصحاب والعلماء، يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولا فاطمة لما خلقتكما، ولولا فاطمة لما خلقتك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمة لما خلقتكما. مو معنى أن أمير المؤمنين أفضل من رسول الله، مو هذا المعنى، ولا فاطمة أفضل منهما، وإنما هنا أعباء رسالة. إذا ما يجي واحد كفؤ يحمل الرسالة مشكلة، تضيع الرسالة بعد. أنت صاحب مؤسسة، صاحب شركة بمكان ما، لابد تخلي واحد مكانك لما تطلع، تتخلى، لازم يكون هذا كفؤ لحمل هذه المهمة، لحمل هذه الرسالة. هو رسول الله صلى الله عليه وآله كما في رواية معتبرة وصحيحة تعلق بأستار الكعبة وقال يا رب ابعث لي من بني عمي من يعضدني. رسول الله
فنزل جبرائيل من السماء وقال: يا أحمد، إن الله يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: إن الله قد أيدك بسيف من سيوف الله. مجرد على أعداء الله، يعني أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، هو علي، هو يقول علي سلام الله عليه: لو أن الناس أحبوني وأطاعوني لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم رغدا إلى يوم القيامة. علي وحد كلمة المسلمين، جمع شتاتهم، جمع شتاتهم. هو الذي يقول: أنا فقأت عين الفتنة ولم يكن يجرؤ عليها أحد غيري. علي سلام الله عليه هو تنازل عن الخلافة، مو من أجل أنه فقط اعتباط، من أجل أن يحقن دماء المسلمين. هو خليفة، إمام منصوص عليه من الله سبحانه وتعالى، ولكن علي سلام الله عليه الأهم عنده ماذا؟ المهم الأهم عنده المسلمين أو المسلمون، هو هذا. زين. ولولا فاطمة لما خلقتكما. فاطمة هي المحور، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. من هذا المنطلق نشوف أنه السر المستودع في فاطمة سلام الله عليها، قلناها سابقا ولكن فقط للتذكير، السر المستودع في فاطمة سلام الله عليها أنهم يحملون الاسم الأعظم، اسم الأعظم من 73 حرف. نقرأ في دعاء السمات: اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء بالفتح بالرحمة فتحت. اسم أعظم مكون من 73 حرف، هذا مستودع وين؟ في فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه. انتقل هذا من صلب إلى صلب، وصل وين؟ إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. الله سبحانه وتعالى أعطى حرف واحد لبلعم ابن باعورة، هذا الحرف بمجرد أن يدعو بلعم يستجاب دعاؤه، لكن قلب على عقبين. القرآن ماذا قال؟ قال: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. 73 حرف. بعد من معاني السر، السر عظيم، من معاني السر أنهم مستودعون الجفر الأبيض، يعني كتاب الكتب السماوية، توراة موسى، إنجيل عيسى، زبور داود، وهكذا، مو الكتب الآن المزورة المزيفة، لا، الكتب الصحيحة النازلة من الله سبحانه وتعالى. هذا كتب كلها مستودع عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك مصحف فاطمة، المصحف مو قرآن كما يدعي الوهابي وأمثالهم، المصحف ماذا فيه؟ بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله والتحق بالرفيق الأعلى، أصاب الزهراء حزن شديد على فراق أبيها، فينزل عليها جبرائيل من السماء يسليها، يخبرها بما كان وسيكون إلى يوم القيامة. فالزهراء عليه السلام تملي على أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، فسمي هذا المصحف بمصحف فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. أيضا في معنى السر: سلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، والسر المستودع فيها، فيها أسرار النبوة، عندها أسرار النبوة وأسرار الإمامة وما كان وسيكون إلى يوم القيامة. لذلك تسبيح الزهراء تسبيح عظيم. شوف بعض الشباب
وبعض الناشئة، يعني الحمد لله الكبار وآبائنا وأجدادنا مواظبين على هذه المستحبات وهذه الأوراد. أكو بعض الشباب هي لفتة مهمة، أنه بمجرد أن ينتهي من الصلاة يقول بعد ليش تسبيح وليش تعقيب ودعاء وكذا، ليش الواجب وخلصنا خلص بعد زين. الإمام الصادق عليه السلام يقول لقد لأبي هارون المكفوف: يا أبا هارون لقد كنا نأمر صبياننا بتسبيح فاطمة كما نأمرهم بالصلاة. ويقول سلام الله عليه: لو لم أؤدي المستحبات والنوافل لكفاني تسبيح فاطمة سلام الله عليها. تسبيح عظيم. أكو بعض أيضا ملاحظة أخرى، بعض الناس أو بعض المصلين لما يريد يسبح تسبيح الزهراء، أما أنه الذكر بسرعة يجيبه، أي الأذكار تسبيحات، أو أنه لا يخطئ في التسبيح، يعني يبدأ ما عنده مسبحة فيبدأ باليمين واليسار يمين ويسار وكذا، ما يحتاج أنه، فقط اليد اليمنى ابدأ بها، فيها الآن كم خط؟ 15 خط، بعد مرة ثانية شقر صار 30 خط، بعد ذلك الخنصر 3 خطوط موجودة به والبنصر خط واحد 34 واضح. أشوف كثير من الشباب لا، أنه يبدأ باليد اليمنى واليسرى وبعد اليمنى واليسرى وهكذا، ويمكن ما يحسب ما يعد ما عنده قبل، يجي اليسار اليسرى أيضا مرتين وخلص الحمد لله. أيضا سبحان الله مرتين الكفين، الكف اليمنى وانتهى الأمر. تسبيح الزهراء عليه السلام هو تعظيم لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها. لذلك نبين الآن مقامات الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. يقول عمار في حديث طويل أن فاطمة سلام الله عليها قالت: اعلم يا أبا الحسن أن الله خلق نوري وهو يسبح الله جل جلاله، فأودع نوري في شجرة من أشجار الجنة، فلما دخل أبي الجنة قال له الله سبحانه وتعالى: يا محمد اقتطف شيئا من تلك الشجرة وضعه في لهواتك. فأودعني الله في صلب أبي ثم في صلب خديجة، ولم يزل هذا النور من خلال هذا النور، النور في الجنة، أعلم من ذلك اليوم ما كان وسيكون إلى يوم القيامة. هذا النور نور الزهراء سلام الله عليها، ولذلك لقبت بالزهراء لأن الله سبحانه وتعالى خلقها من نور عظمته. فلما أشرق نورها خرت الملائكة لله ساجدين، قالوا صلوا على محمد وآل محمد. خرت الملائكة لله ساجدين، قالوا: يا رب لمن هذا النور؟ قال: هذا نور من نوري أسكنته في سمائي، إنه نور فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. وقال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: إن الله خلق نور فاطمة قبل أن يخلق السماء والأرض. قيل: يا رسول الله وأين كانت فاطمة؟ قال: في حقة تحت ساق العرش. وما كان طعامها؟ قال: التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد، إنها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. تقول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله ما لي أراك كلما قبلت يد فاطمة كأنما تلعق عسلا. قال: اعلمي يا عائشة إن الله سبحانه وتعالى حينما دخلت الجنة أعطاني جبرائيل تفاحة من تفاح الجنة فأكلتها، فواقعت خديجة ثم حملت بفاطمة فوضعت فاطمة، وأنا من ذلك اليوم كلما اشتقت إلى الجنة
شممت وقبلت فاطمة سلام الله عليها. إن الله ليرضى لرضى فاطمة ويغضب لغضبها. أكو البعض استكثر أنه ليش الغضب وليش الرضا. واحد اسمه صندل دخل على الإمام الصادق عليه السلام قال يا ابن رسول الله إن شيعتك تدعي أن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها ومستكثر يعني. الإمام سأل قال له أوليس الله يغضب لغضب عبده المؤمن لولا يغضب لما يغضب؟ قال بل أقلها فاطمة من المؤمنين فكيف لا يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. العلامة الأميني رضوان الله عليه، وأنا القصة ذكرتها سابقا، العلامة الأميني صاحب موسوعة الغدير، كتاب الغدير، علماء من السنة دعوه على عشاء، طبعا كان يرفض مرة مرتين وكذا، كان يرفض ما يروح، هم أصروا عليه، هم طبعا أرادوا من العشاء شيء آخر يعني مو فقط عشاء، أرادوا أن يفهموا العلامة الأمين في بعض المسائل. بعد ذلك بعد الإصرار لبى طلبهم إجا دخل، فلما أكلوا و انتهوا من العشاء قالوا له عندنا اقتراح، ما هو؟ قال كل واحد منا يذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله. العلامة الأميني قال لهم ألم أقل لكم فقط عشاء؟ هو ما يريد أنه يدخل في مسائل، ويعلم أنه قادر على إفحامهم وإسكاتهم، لكن ما يريد أنه طائفية وكذا إلى آخرها، إلى أن ألحوا عليه. فبدأ الأول الثاني كذا، لما وصل الدور للعلامة الأمين رضوان الله عليه، العلامة الأمين قال لهم أنا سأقرأ عليكم حديثا وأنتم صححوا سند هذا الحديث ومتنه، إن كان صحيحا فأنا بعد أمضي، عندي سؤال واتفضل. فقرأ عليهم هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. قالوا حديث صحيح. طبعا كل مذهب عندهم إمام معين، يعني كل مذاهب عندهم إمام معين، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. قالوا حديث صحيح. السؤال، قال عندي سؤال، الزهراء عليه السلام تعرف إمام زمانها أو لا؟ هنا سكتوا. إن قالوا إمام زمانها فلان أو فلان فقد ماتت وهي واجدة على فلان وفلان، وإن قالوا عليا مشكل عندهم، بس اسم علي لليوم، اسم علي يزلزلهم يقض مضاجعهم، اسم علي بس. تروحهم في السفر، في السفر اسمك شنو؟ يقول علي حسين، كل علي حسين شنو بس، هي اسماءكم انتم كل علي وحسين اسم. بالنتيجة أن الزهراء عليه السلام اتبعت إمام زمانها، اتبعت أمير المؤمنين عليا سلام الله عليه، لكن القوم ما يريدون، وإلا يعرفون مكانة الزهراء، عظمة الزهراء، فضائل الزهراء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً
وعلوا من أجل ماذا؟ الكرسي. خلاف هم يعلمون مقام الزهراء، لكن بعد وين كان وين كان وين كان وين صار؟ ورجعوا مرة ثانية للجاهلية للشرك. وإلا واحد يطلع يعني قبل يومين ثلاثة أنا فاتح الفيسبوك أحد الوهابي أنا سمعته يعني بأذني هاتين سبحان الله يقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يريد الجماعة، فقبل ما يبدأ الصلاة وإذا به يقول الجماعة مكانكم يعني قفوا مكانكم إني جنوب. شنو هذا؟ أنا سمعته يعني مو أنه سمعت إني جنوب يقول. فذهب وعن رواية عن من؟ عن أبي هريرة بعد كل عن أبي هريرة. فذهب النبي صلى الله عليه وآله واغتسل ورجع وكان شعره أو رأسه يقطر من الماء ثم صلى بالمسلمين جماعة. شوف إلى هذا الحد. لذلك هم يخطئون النبي، والنبي عندهم غير معصوم، النبي يسهو يخطئ، لأنهم إذا نفوا العصمة عن النبي وأيضا اتهموه بالخطأ والسهو بالنتيجة تحصيل حاصل أنهم لا يعترفون بعصمة الأئمة عليهم السلام. مقامات الزهراء عظيمة. تقول أم أيمن رضوان الله عليها: دخلت بيت فاطمة سلام الله عليها فرأيت الزهراء نائمة والرحى تدور ولم أرى أحدا يدير الرحى، ومهد الحسين يهتز ولم أرى أحدا يهز مهد الحسين عليه السلام، ورأيت كفا تسبح عند رأس فاطمة، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قلت: يا رسول الله إني رأيت في بيت فاطمة كذا وكذا، فقال: علمي يا أم أيمن إن الزهراء كانت متعبة من عمل البيت، فألقى الله عليها النعاس فنامت، فوكل الله بها ملكا يدير عنها الرحى، وملكا يهز مهد الحسين عليه السلام، وملكا يسبح عند رأسها، وثواب تسبيح ذلك الملك للزهراء عليه السلام. فأما الذي يدير الرحى فميكائيل، وأما الذي يسبح عند رأسها فإسرافيل، وأما الذي يهز مهد الحسين فجبرائيل عليه السلام، ويتباهى أمام الملائكة: من مثلي وأنا أهز مهد الحسين عليه السلام؟ جبرائيل يستأذن، لكن القوم لما اجوا سووا قالوا: اخرج يا علي، جابوا الحطب والنار وضعوه على باب دار فاطمة. الله أكبر. اخرج يا علي وإلا أضرمنا بيتك نارا. أويلي أويلي وعجب أن يستأذن الأمين عليهم ويهجم الخؤون. قال سليم: قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يك استئذان؟ فقال: اي وعزة الجبار ليس على الزهراء من خماري، لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب. ايش سووا؟ فمذ رأوها عصروها عصرا، كادت بنفس أن تموت حسرة، تصيح يا فضة أدركيني فقد وربي أسقطوا جنيني. فأسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى محسنا. والله قمت للباب لكن ما علي حجاب، والله قمت
جيت للباب لكن ما علي حجاب، حسبي الرجس من لذت خلف الباب. ايش سوى؟ يقول عصرني واسقط المحسن وبالمسمار صدر عاب، يا الباب لبست الحزن طول الدهار، يا الباب ذهيل وما بقالي فكر، يا الباب انشدك وين محسن وقاع، يا الباب يوم العصرة والزهرة الزكية، اي والله يوم العصرة والزهرة، هذه الأبيات طالبين من عندي وأنا كل مرة أذكرها، يقول بانت أناملها والله بانت أناملها، ورفع صوته وضربها وقالها يا فاطم حجرتك لازم نطبها، وحط قوته بالباب يا شيعة وعصرها، وفاطم تنادي يا رسول الله تكوني بعد، وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار، وانفتح باب الدار والزهرة بالأخمار، ولجل الستر حالت ما بينه وبين الجدار، ونادى على أصحابه ونادى على أصحابه وهجم بيهم على الدار. من ضمن وصايا فاطمة قالت يا علي تعاهد قبري بتلاوة القرآن ليلة من الليالي، بينما أمير المؤمنين على قبر فاطمة وإذا به قد هومت عيناه، فرأى الزهراء في الرؤيا قالت له يا علي اذهب امض إلى الدار، فلقد انتبه زينب من نومها، يا توجه أمير المؤمنين فتح باب الدار، لكن ماذا رأى؟ رأى زينب وهي تحمل قميص أمها فاطمة، تشم قميص أمها فاطمة وتقبله. الله، وإذا لسان حال زينب تقول صاحت يا عديل الروح شيل الباب عن هالدار، صاحت يا عديل الروح شيل الباب عن هالدار، شلون اتهنى بالدنيا وعيني تنظر المسمار، والله هذا الجرح صدر امي، هذا الجرح صدر امي، ودم الصدر يا كرار، بهذا الباب عصروها وسقطت يا علي نجني. بعد تقل له يا ابو يشوف المسمار بعد مقضب بدمه، تقل له يا ابو يشوف المسمار بعد مخضب دمها، انا بعاني خلف الباب شفت الرجس يلطم، قال
قل لي يا ابويا شوف المسمار بعد مخضب بدمها انا بعيني خلف الباب شفت الرجس يلطمها بعد وتانيها رجع بالصوت على المتون ألمها وتانيها رجع بالصوت على المتون ألمها وفاطمة لما دنت من أمي من الزهراء الوفاء والشهادة دخلت حجرتها اغتسلت تطهرت وقفت في مصلاها خاشعة خاضعة قالت لأسماء إذا خفي عليك صوتي فافتحي باب الدار الحسن والحسين جاء إلى الدار دخلا قال يا أسماء ما حال أمنا فاطمة فقالت لهما إن أمكما نائمة في الدار فقالا ما ينيم أمنا في هذه الساعة ليش ما نسمع ونينمنا وما نسمع كلام إن شاء الله طابت العلة وطاب ضرب ابن اللئام لو يا أسماء سافرت عنا وخلتنا ايتام الشهيد يصيح لتفاول ترى قلب انكسر سالمة ويا ليت يا ابن امي كلامك لا يكون فال السلامة وليت علتها تهون قال خويا من نحيلة قال خويا من نحيلة وبهضها ضرب المتون نسأل الله الضليع المكسر من الزهر انجبر أويلي قال وين يا ابن أم السلامة والجسد منها نحيل والضلع منها مكسر والصدر دمه سيل وظنتي يا نور عين اليوم والليلة تشيل وللأسف ما وصلت العشرين خويا من العمر دخلا على أمهما فاطمة حركاها أمه فاطمة وإذا بالزهرة عظم الله لكم الأجر شيعة موالين شيعة محبين وإذا بالزهرة قد فارقت الحياة رحم الله من نادى وفاطمة رحم الله من نادى ومصيبته ويوم دخلوا على الزهرة عاينوها مددة ويوم دخلوا على الزهرة عاينوها مددة نايمة نومة الموتى وساد ماهم والسد اي بالمصلى والقلب ومستلى عليها الرداء وخروي عليها ومدامعهم تصب شبه المطار وويلا لكن ما حال أمير المؤمنين لما وضع فاطمة على المغتسل بينما كان يغسل فاطمة وإذا بأمير المؤمنين تنحى جانبا
وأخذ يبكي. قالت له أسماء: يا أمير المؤمنين، أنتم أهل الصبر. قال: لا تلوميني يا أسماء، لأني حينما كنت أغسل فاطمة مرت يدي على ضلعان منها مكسورة. رحم الله من نادى وفاطمة ومصيبته وعليا. لما أراد أمير المؤمنين أن يعقد أزرار الكفن نادى على أولاده: ولدي حسن، ولدي حسين، زينب أم كلثوم، تعالوا وتزودوا من أمكم فاطمة. انكب الحسنان على أمي ما فاطمة. نادى الحسن: أمه كلميني. الحسين نادى: أمه كلميني. عندها نادى أمير المؤمنين قال: أشهد الله أنها حنت وأنت وضمت الحسنين إلى صدرها. وإذا بالنداء من السماء: يا علي يا علي، نح الحسنين، فلقد أبكيا والله ملائكة السماء. أعظم الله لك الأجر يا رسول الله، أعظم الله لك الأجر يا أمير المؤمنين. وضعها أمير المؤمنين في ملحودتها. أوالي أوالي أوالي، أخذ يرتجز ويقول: ما لي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي. أحبيب ما لك لا ترد جوابنا؟ أنسيت بعدي خلة الأحباب؟ قال الحبيب: وكيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادل والتراب. سيد علي، هذا الرجل المؤمن الآن في إيران، وأوصوني أن أذكره وأن أدعو له وأن أقرأ له بيتين، وهذا طبعا تخليدا لما قام به الرجل ونعم الرجل. نقول له: سيدنا، نحن في مصاب جدتك وأمك الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأنت تبكي على مصابها، تبكي على ما جرى عليها. نهدي إليك هذه الأبيات لعلك تسمع نداءنا وصوتنا. أويل الزهراء أخذت قبضة من تراب رسول الله صلى الله عليه وآله، شمتها نادت: ماذا على من شم، ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان؟ صبت علي مصائب، صبت علي الأيام صير. تقل قومك يا أبويا ما رعوني، والله قومك يا أبويا
قومك يا ابويا ما رعاني وخلاف عينك مرمراني ومن البش عليك منعوني. اي والله برا المدينة وبرا المدينة طلعوا والله يا مر على عبده وضربني أمر على عبده وضربني ومن ضربته للقاع ذبني إيه ولنكسر قلبه ولا رحم ولأي الأمور تدفن سراً بضعة المصطفى بضعة المصطفى ويعفى ثراها يا الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم تقبل عزاءنا شاف مرضانا فك أسراءنا أرجع مسافرين أرجع مسافرين ومهجرين إلى أوطانهم سالمين غانمين. ندعو بالفرج لإخواننا المعتقلين وللمهجرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. فك أسراءنا شاف مرضانا وجرحانا ارحم شهداءنا الأبرار وأرجع المهجرين يا الله. ولأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان والشهداء الأبرار نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.